بالنسبة للناس اللي كتعاني من الألم ديال المفاصل، من البرودة، من الهشاشة ديال العظام، وغالبا ما هاد الألم هذه كتجي في الرقبة، يعني كيجي واحد الألم فظيع في الرقبة، الألم كيجي كذلك يعني في الكتاف أو لا يعني في الظهر. كذلك الناس يعني اللي عندهم مشكل ديال الألم يعني في الركب يعني ديالهم، ما كيقدروش يتمشاو، ما كيقدروش يطلعوا في الدروج، الناس اللي كيجيهم داك الألم كذلك في القدمين. فاليوم جبت لكم الحل السهل وبسيط، وبزاف الناس اللي يعني صراحة كيعيوا ويدوروا على العلاج للألم ديال المفاصل وهذا المشكل هذا ديال البرودة. صراحة يعني الله يكون في العون يعني ديال الناس اللي كيتألموا يعني بهذا المشكل هذا ديال الألم ديال المفاصل اللي كيجي في بزاف ديال الأماكن يعني في الجسم كيف ما ذكرت لكم. هذه الوصفة هذه اللي غنعطيكم اليوم وصفة يعني الحل النهائي لهذه المشاكل هذو ديال الألم المفاصل، كيعطي واحد النتيجة هاد المكون هذا اللي غادي نشاركه معاكم اليوم، نتيجة يعني من أول استعمال غتلقاو واحد الراحه وغتحسوا بالعظام ديالكم، انكم المفاصل غتحسوا بهم سخنوا يعني ما غيبقاوش باردين، كذلك داك الالم كله كيزول، وغادي تلاحظوا واحد التحسن من اول استعمال، وغتخليوها لي في التعليق. انا متاكده ان هذه الوصفه هذه غتجربوها وغترجعوا تشكروني عليها، يعني وصفه مجربه وكنجيب لكم الوصفات الناجحه واللي كتكون مجربه من قبل عاد كنشاركها معكم باش تعم ان شاء الله الاستفاده وكاع الناس يستافدوا من الوصفات اللي كيكونوا محتاجين ليهم. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا الوصفه، تبعوها معايا خطوه بخطوه باش تعرفوا على الطريقه الصحيحه كيفاش غادي تستعملوا هذه الوصفه هذه. وما تنسونيش واحد لايك احبابي للفيديو، كذلك ما تنسوش تخليوا لي الاراء ديالكم كذلك في التعليقات بخصوص الوصفه. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوا الاول مكون في الوصفه اللي هو البصل، لكن هنا غادي تستعملوا البصل الاحمر. انا صراحه ما متوفرش ليا لان غير يعني بغيت نشارك معكم الوصفه ومتوفر ليا غير هذا، قلت غادي نشارك معكم به الوصفه، لكن ملي غتبغيو ديروا هذه الوصفه لان البصل الاحمر فيه الدواء وفيه العلاج، يعني غتستعملوا بصل احمر. غادي تمشيو تاخذوا يعني البصل الاحمر تشريوه وغادي تحضروا به هذه الوصفه. اول شيء كتاخذوا واحد البصله هكا تكون صغيره، حجم صغير يعني متوسطه هكا، ما تكونش صغيره صغيره بزاف. وغادي تاخذوا البصل يعني غادي تحكوه في الحكاكه كيف ما كتشوفوا معايا، حكاكه كتكون رقيقه هكا باش يطلق لنا داك العصير ديالو اولا الماء ديالو كيما كتشوفوا معايا. وغادي نصفيو هذاك الماء بهذا الشكل، غادي نصفيوه، ومن بعد غادي ناخذوا هذاك الماء ديالو. هنا بالنسبه للدور ديال هنا ديال البصل او الماء ديال البصله، فهو يعني بزاف ديال يعني الامراض اللي كيعالجهم البصل بحال الروماتيزم. دارت بزاف دراسات في الولايات المتحده واللي تبتات بان البصل عنده خصائص معززه للمناعه كتساعد بشكل كبير في انها كتخفف لنا الالام ديال التهاب ديال المفاصل. يعني هذه الدراسه دارت اللي تبتات بان البصل عنده دور كبير في علاج الالام ديال المفاصل، منهم الروماتيزم، البروده. ممكن يعني تبحثوا على هذا اي مكون حطيته لكم تبحثوا عليه هكا باش تتاكدوا من صحه الوصفه. يعني انا كنجيب لكم وصفات اللي ماشي غير يعني سمعت عليها، ولكن وصفات مجربه من لونتوغاج ديالي، من الناس اللي كنعرف، من الاقارب اللي كنعرفهم، تناخذ منهم وصفات اللي بطبيعه الحال تنتاكد حتى انا منها وكنشاركها معكم. هنا كناخذوا العصير ديال البصل او ماء البصل نخليوه على جانب. وبالنسبه لهذا المكون هذا هو السمن الحار او السمن الملح، يعني الزبده بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه او المتتبعات اللي في الدول العربيه، هذا زبده يعني كنضيفوا ليها الملح وكنخليوها لواحد الفتره طويله تقريبا سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، يعني كيولي سمن مملح، يعني كنسميه في المغرب بالسمن الملح او السمن الحار. كنخليه واحد الفتره يعني كيف ما قلت لكم سنتين 3 سنوات، على حسب يعني الاقدميه، كل سيده كيكون عندها قديم يعني واحد المده. فهنا غادي نحتاجوا السمن اللي كيكون حايل، يعني ليه فتره طويله، ليه واحد المده طويله، سنتين او 3 او اكثر، يعني ما يكونش ليه اشهر، لا خصو يكون ليه واحد سنوات يعني 2 3 واكثر، كيكون فيه الدواء، كيولي فيه واحد الدواء اللي مفيد لينا بزاف للمفاصل ديالنا والبروده والعظام ديالنا. كناخذوا واحد نص معلقه كبيره، وممكن تاخذوا حتى معلقه كبيره.
من بعد تنديروها في واحد الاناء، من بعد تنجيبوا واحد سكنجبير او زنجبير مطحون، كناخدو ملعقة صغيرة ممتلئة يعني عامرة ديال الزنجبير مطحون، تنضيفوه على داك السمن او الزبدة المملحة. من بعد غادي ناخدو الكركم، الكركم اللي كيكون حتى هو مطحون، تناخدو منه واحد الملعقة حتى هو صغيرة يعني نفس القياس مع الزنجبير مطحون بهذا الشكل هذا. بالنسبة للزنجبير او لا بالنسبة للكركم، هادو بجوج بهم مكونات يعني تيقضيو لينا على الالتهاب ديال المفاصل، على داك الالام ديال المفاصل. في اي مكان عندك الالام تيوجعك، في الركابي ديالك، في رجليك، في الوراك، في الكتاف ديالك، او لا في العنق يعني في الرقبة ديالك، غادي ديروا هذه الوصفة، هذه غتلقاو واحد التحسن لي كبير وكبير بزاف. وجربوها وغتشوفوا بعينكم هادشي اللي كنقول لكم. من بعد ما تناخدوا هاد المكونات هادو كما كتشوفوا معايا كنخلطوهم، ولكن من بعد غادي نضيفوا ليهم زيت الزيتون، كنضيفوا ليهم زيت الزيتون. بالنسبة اللي ما متوفرش ليه زيت الزيتون، اللي ما عندوش مثلا زيت الزيتون في الدار، ممكن تعوضوه بزيت الزنجبير اللي عندكم، ممكن تعوضوه بزيت الخروع، ممكن كذلك تعوضوه بزيت اللوز، وكتخلطوا هاد المكونات هادو مزيان كما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، كتخلطوهم مزيان. ممكن كذلك تعوضوه بزيت الثوم، يعني انا كنعطيكم هنايا بدائل لزيت الزيتون. كنخلطوا مزيان كما كتشوفوا معايا هاد المكونات هادو، كنخلطوهم حتى كتحصلوا على واحد الكريم كما كتشوفوا معايا. هاد الكريم كيكون متجانس يعني على شكل كريم كما كتشوفوا معايا، كيولي بحال البومات. من بعد ما كنخلطوا هاد الكريم، غندوزو دابا الطريقه كيفاش غادي نستعملوا هاد الوصفه. هنا بخصوص زيت الثوم اللي ذكرت لكم، فهو مزيان بزاف خصوصا الالتهاب ديال المفاصل، كيعالج الالام يعني قوي بزاف، يحسن لنا من الدوره الدمويه، مفيد لهشاشه العظام، يعني مزيان بزاف. كناخذوا هاد اول حاجه كناخذوا العصير ديال البصل او داك الماء ديال البصل، وكنطبقوه على المفصل يعني المكان اللي عندنا فيه الالم، كيمشيو للمفصل ديال داك المكان. الى عندنا في العنق ديالنا فكنمشيو يعني في عفوا يعني في الرقبه، يعني اللور في الرقبه، كنمشيو للرقبه وكنطبقوه على داك المفاصل يعني اللي عندنا. المهم في الجسم ديالنا اي مكان كنمشيو للمفصل وكنطبقوا عليه داك العصير ديال البصل او ماء البصل، كنديروا واحد التدليك واحد المده ديال 3 دقائق لهداك المكان بهذا الماء ديال البصل كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. يعني اي مكان في الجسم ديالكم، الركابي، القدمين، يعني اي مكان دلكوهم بهذا الماء ديال البصل، مفيد بزاف للالام ديال المفاصل. بعد ما كدلكو مزيان ديك 3 دقائق كتخليو حتى كينشف ليكم هذاك الماء ديال البصل، كينشف ليكم على داك المكان، ما كتغسلوه، ما كتمسحوه، ما حتى شي حاجه، كتخليو حتى تينشف ليكم. ومن بعد ما تينشف ليكم غادي دوزو الوصفه الثانيه. مهم اهم حاجه في هذه الخطوه هذه او هذه المرحله الاولى هي التدليك، دلكو داك المكان مزيان بالماء ديال البصله. من بعد غادي ندوزو هنا، من بعد ما تينشف لينا هذاك المكان غادي ندوزو للوصفه الثانيه، يعني هذه الوصفه كيفاش غادي نستعملوها، طريقه سهله وبسيطه. غادي ناخدو هذاك الخليط اللي على شكل كريم وكنطبقوه على المكان اللي من قبل يعني درنا ليه هذاك الوصفه الاولى، كنطبقوا هذه الوصفه بهذا الشكل كيما كتشوفوا معايا.
على هذاك المكان، ومجرد ما غادي ديروها وغتبداو تتماصيوها او تلكو ديك المكان، غتحسوا بواحد السخونيه، يعني ديك الذات ديالكم كتسخن، لان السمن الحار في واحد العلاج اللي سبحان الله، يعني علاج رهيب يعني للمفاصل، يعني كيداوي هو ملي كيقدام وكيبقى، يعني كيولي واحد السمن اللي كنسميوه حنايا بالدارجه وباللهجه ديالنا المغربيه سمن حايل، يعني سمن حار، كيولي عنده واحد الفتره طويله كيولي دواء، يعني كيولي فيه الدواء. ديروا هذه الوصفه كتحسوا بدوك المكان سخن ليكم، يعني داك البلاصه سخنات، لان هذيك البلاصه ملي اللي كتعطي داك الالام، يعني كتبرد وكتعطي داك الالام وداك داك الحريق، وكيجي داك الالتهاب ديال المفاصل. فهنا كنبداو ندلكو بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كيف ما كندير انا، كديروا هذا الشكل بهذا الشكل هذا، يعني كدلكو داك المكان، كدلكو مزيان بهذا الشكل، وكتخليو هذيك الوصفه لمده نص ساعه، نص ساعه كتخليوها، يعني كتجلسوا وكتخليو هذيك الوصفه نص ساعه على داك المكان اللي درتو لي هاد الوصفه هذه. ومن بعد تتمسحوا هذاك المكان، تمسحوا بشي حاجه، وكتغسلوا هذيك المكان بالماء دافي، الماء دافي كتغسلو وصافي. بالنسبه لهذاك الكركم، يعني اللون ديالو، كديروا غير الصابون ولا شي حاجه راه كيتحيد، كتغسلو بالماء دافي. وهاد الوصفه هذه كديروها يوميا، يعني بشكل يومي كديروها كل نهار الوقت اللي بغيتو، انتما كنتو جالسين ومرتاحين غادي ديروها. هاد الوصفه ممكن تحتفظوا بها، يعني ديروا كميه اكثر، وديروا كميه ديال اسبوع مثلا وتبداو كتستعملوها، يعني ديروا كميه اكثر، وما تبقوش كل خطره يعني تحضروها، ديروها وديروها في شي علبه ولا في شي حاجه ديال الزاج بحال كيما غندير انا هنا، وكتحتفظوا بها، كتبقى ما كتخسر ما حتى حاجه، تبقى حتى جوج اسابيع ما كاينش مشكل، شحال ما بقات ما كتخسر ما والو، لان ما فيهاش مكونات اللي كتخسر. صافي، هذا هو الطريقه كما شفتوا معايا سهله. اما بالنسبه للبصل، راه الوقت اللي غتبغيو تحضروا هذه الوصفه، كتاخذوا شويه ديال البصل كتحكوه وكتديروا به ديك الطريقه الاولى، العمليه الاولى او الخطوه الاولى، ومن بعد تديروا هذه الوصفه الثانيه اللي غادي تحضروها، من احسن يعني تحتفظوا بها باش ما تبقوش كل خطره توجدوها تجيكم سهله انكم ديروا هذه الوصفه هذه. كديروها كل نهار، غادي تحسوا بواحد التحسن كبير من اول يوم غادي تستعملوها، غتحسوا بواحد الراحه كبيره، وانا متاكده انكم غترجعوا للتعليقات وغتشكروني على هذه الوصفه هذه. وهذا الشيء اللي كاين، لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. الى عندكم شي سؤال كيف العاده، شي استفسار، شي وصفه مجربينها وعطاتكم نتيجه، فيدونا بها، خليوها في التعليقات باش انا نشاركها مع الناس، يعني اللي محتاجين ليها. اي وصفه جربتوها وفادتكم في شي حاجه خليوها لينا في التعليقات، وليكم الاجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نكون وصلت نهايه الفيديو، شكرا على المتابعه وفي امان الله.